بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق السابع لهذا الموسم. السباق أقيم على كؤوس الهيئة العامة للرياضة وكأس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس الهيئة العامة للرياضة للشوط الثاني من سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة بعد فوز جوادي سموه سوشيال ديستنسينج للإسطبل العاديات رايس ريسينج بالمركز الأول في الشوط الثاني. كما قام سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس الهيئة العامة للرياضة للشوط الثالث إلى المدمر الفائز آلان سميث، وكأس الشوط الرابع إلى المدمر الفائز فوزي ناس، وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز سلمان العلوي. فيما قام سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتقديم كأس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى المالك الفائز حسين إبراهيم العفو. واشتمل السباق على 8 أشواط. Thank you.